هوا هوا. صباح الخير عليكم مستمعينا الكرام، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج طريق النجاح. اهلا بيك يا محمود، صباح الخير. صباح الخير يا لبنى. زي ما عودناكم اعزائي المشاهدين، في كل حلقه في جديد. ضيف حلقتنا النهارده ينفرد بكونه اصغر مرشح لمجلس الشعب عن دائره طميه بالفيوم، وبالتاكيد رغبته في الوصول وتحقيقه لهدفه هما سر تميزه. شاب في مقتبل العمر بيسعى للوصول لمركز يؤهله لخدمه ابناء دائرته، وخاصه الشباب منهم، ويساعدهم ان هم يوصلوا صوتهم ويحل مشاكلهم. معانا النهارده محمد رمضان عبد الستار، اصغر مرشح بمجلس النواب بدائره طميه. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك يا محمود، واهلا بيك يا لبنى. اهلا بيك. عاملين ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. عرفنا بنفسك. انا محمد رمضان عبد الستار، 26 سنه، ليسانس حقوق 2016. انا مرشح محتمل للدور التكميليه انتخابات مجلس الشعب مركز طميه. طبعا الانتخابات عندنا مقامة، لان طبعا كان في عندنا عضو مجلس الشعب توفى، فاللواء احمد عبد التواب. سيادة اللواء احمد عبد التواب. طبعا قبل ما ابدا كلامي لازم اوضح بس نقطه بسيطه، ان انا بؤكن كل الاحترام والتقدير لسياده اللواء المرحوم احمد عبد التواب واسرته والاهله والجميع، والجميع يعلم ان انا اكثر من قاتله لنجاح سياده اللواء. وعندما امارس الانتخابات في الدوره التكميليه فانا امارس حق الطبيعي الذي نص عليه الدستور، فلا يمكن ان اتخلي عن الحق المشروع. فالانتخابات هي حق لكل مواطن تتوفر فيه الشروط. طب حابين نعرف يا محمد، وبرضو الساده المشاهدين يعرفوا برضو، ليه اعلنت عن ترشحك لمجلس النواب لانتخابات الدوره التكميليه؟ والله محمود، وانا سؤالك ده انا هرد عليك بايجاز. انا رايت في نفسي ان انا القدره على خدمه اهالي الدايره عندي، تمام، وكمان رايت ازوف الشباب عن المشاركه في الحياه السياسيه، فقررت ان انا اكون صوت الشباب داخل البرلمان. حلو جدا. تمام. وبالنسبه للشباب فطبعا دور الشباب اللي هو دلوقتي اللي حتى سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مدي 25% شباب، ودلوقتي الدور على الشباب. وانا حتى عندي مفعل على صفحتي، عندي على الفيسبوك، انا والشباب عندي مفعلين هاشتاج الشباب يحكم، وده اللي احنا مشغلين بيه على البيج عندنا. ودور الشباب طبعا يعني من على ايام الرسول عليه الصلاه والسلام مشيت بيه، لما ولى اسامه بن زيد قياده الجيش وعنده 17 سنه، وكان في قاده عظام في انذاك. فطبعا دي اشاده بالشباب في الوقت ده. ولو جيت بصيت في الوقت الحالي هتلاقي دوله زي ماليزيا عندهم وزير الشباب والرياضه مواليد 26 سنه تقريبا، هو تقريبا اصغر وزير شباب والرياضه حصل، ودي في الدول المتقدمه في الوقت الحالي. دي بالنسبة لل، وانت برضو يعتبر اصغر مرشح بمجلس النواب، في عندك 26 سنة طبعا. في كان حد برضو مترشح مجلس النواب اسلام الرفاعي عن دايرة مدينة نصر، بس كان 27 سنة، فانت احق بالتايتل اصغر. لما ربنا يوفقنا ان شاء الله وننجح باذن الله بقى اصغر عضو ان شاء الله حصل في تاريخ مصر، ودي حاجة كويسة جدا. ان دي طبعا للشباب، يعني الشباب اللي هو كل واحد شايف نفسه، انت ما تبخلش على نفسك طبعا. شوف قدم، يعني مش مشكله، قدم مجلس نواب، قدم اي، ادخل في السلطه، احتك بالسياسه، شوف الناس. كلام جميل يا محمد، واكيد بنتمنى لك التوفيق. لو ممكن عايزين بقى ندخل في جد شويه، عايزينك تطلعنا على برنامجك الانتخابي، وخاصه الدور اللي انت بتقدمه او رسمه للشباب لدائرتك. يعني والله يا لبنى، انا ان شاء الله عامل البرنامج الانتخابي كويس جدا. طبعا اي برنامج انتخابي بيبقى واقف على عوامل اساسيه اللي هي التعليم والصحه والطرق والكباري والري والصرف الصحي. احنا عندنا في الدائره، عندنا في طميه، عندي اول حاجه اهتم بالتوسع في المدارس عشان اقلل من التكدس الطلاب والتلاميذ داخل الفصول. تاني حاجه هطالب بحق رفع المستوى المالي للمدرس، علشان المدرس طبعا اللي هو المعلم لما يترفع في المستوى المالي طبعا مش هيلجا للدروس الخصوصيه، فانت كده بتقضي على ظاهره الدروس الخصوصيه اللي ما بقتش ظاهره اصلا دلوقتي، بقت واقع احنا عايشين فيه حاليا. وهطالب بالمراقبه ومتابعه السير العمليه الانتخابيه داخل طميه، وده دور الرقابي للنائب داخل الدائره. وعندي الضغط لانشاء فرع لجامعه الازهر في طميه، ده في مجال التعليم. عندي في مجال الصحه طبعا عندي اهتمام بالميزانيه الماليه للوحدات اللي هي القرى الصحيه، تمام.
وعندي هسعى للحصول على فرع المستشفى الجامعي بالفيوم، مستشفى جامعه الفيوم، عندنا مستشفى جامعه الفيوم، هسعى لان انا اجيب فرع للجامعه عندنا داخل الوحده عندنا في طميه، داخل مركز طميه. وعندي في حاجه تانية مشكله عندي في الدايره بتاعتي في المنطقه بتاعتي، عندنا مستشفى كوميشين. مستشفى كوميشين دي انشئت منذ ما يقرب من 10 سنوات، وتم العمل بها عام واحد، يعني السنه اشتغلت سنه واحده ووقفت لاسباب غير معروفه. فدي ان شاء الله احنا هنحاول ان احنا نسعى جاهدين ان انا حتى ممكن اقابل السيد المحافظ او نوصلها حتى للسيد وزير الصحه، وهنشوف ايه سبب المشكله. ان المستشفى دي بتخدم عدد كبير جدا من القرى، وكمان هي قريبه من الناس واقرب من المركز نفسه للناس، فهتخدم عدد كبير جدا من القرى فهتوفر جدا على الناس. فنشوف مشكله وقفها ايه وان شاء الله هنحاول نحلها. دي تاني نقطه عندي في البرنامج الانتخابي. عندي كمان عايز اوفر اطباء متخصصين في جميع التخصصات في قسم استقبال الطوارئ عندنا في طميه، عشان بيبقى في عجز في التخصصات. وعندي الاهتمام بالوحدات الصحيه، وده انا يعني من وجهه نظري، لان انا لما عرضت كان دي وجهه نظري اللي انا شايفها. الوحدات الصحيه عندنا في القرى بتبعد عن المركز مسافه يعني كبيره، ونظرا للي ما فيش مواصلات بالليل، اللي هو ما بتتوفرش المواصلات، ف الكرة انا عايز اعمل فيها قسم طوارئ دائم او استقبال، حاجه مؤقته، علشان الناس اللي هي مثلا بيجي الوقت متاخر من بعد المغرب ما بتلاقيش مواصلات، فالناس ما فيش حاجه توصلها للمستشفى المركزي في طميه. فانا عاوز اعمل في كل وحده صحيه قسم صغير طوارئ استقبال، اي حاجه مؤقته، اللي هو الناس سهوله الناس ان هي تروح مثلا عنده اي حاله لا قدر الله، اي ظرف طارئ من الليل متاخر وكده، يبقى ايه موجوده في الوحده الصحيه قسم طوارئ واستقبال. مظبوط، ودي مشكله يعني بيعاني منها كتير من كتير جدا، وخصوصا ان احنا ارياف، وخصوصا ان احنا عندنا أكيد. ارياف، وبعد المغرب سهوله يعني صعوبه المواصلات بتبقى مشكله كبيره جدا، وعائق الدم اللي هو مثلا يعني قدر لا قدر الله مثلا حد حصل له ظرف طارئ بالليل متاخر ومفيش وسيله مواصلات، يموت الراجل ده، ما ينفعش. يبقى الوحده الصحيه اقرب له، حتى لو هياخدها مثلا ماشي اي مواصله صغيره وبسيطه، هيوصل للوحده الصحيه اقرب له من المركز نفسه. وعندي بعد كده الطرق والكباري. عندنا احنا عايزين الحصول على موافقه على طريق دائري يربط ما بين طميه الفيوم، بين طميه وطريق مصر الفيوم، بدل دون المرور بقصر شوان. عندنا قصر شوان دي مدينه، مركز مدينه، عايزين ناخد طريق من طميه مباشر على كوميشين. طبعا الدائري عندي اضرب الطريق اللي انا بتكلم فيه، وعاوز اعمل رصف الطرق. عندنا رصف الطرق والكباري، لان عندنا الطرق بتعاني من انها بقالها فتره كبيره جدا ما اترصفتش، ودي حاجه ملحوظه وملموسه، الناس كلها شايفينها كل يوم، والاهالي اشتكت طبعا من يعني وسائل المواصلات بتتبهدل. يعني انت محمد بتنزل الدايره بتاعتك وبتعرف ايه المشاكل اللي في دايرتك؟ انا موجود بصفه مستمره. يعني انا ملاحظ انك ملم بالمشاكل والعقبات. انا موجود في الدايره باستمرار. انا بمشي على الطرق دي، ودي حاجه كويسه. في بقى يعني في سؤال محدد عايز اساله لك. اتفضل. بما انك شاب صغير، حاسس انك قريب من فئه الشباب؟ اكيد طبعا انا قريب من فئه الشباب، ودي حاجه كويسه، وده سؤال كويس، ده عنصر ايجابي، انا بحييك على السؤال ده، لان الشباب طبعا دلوقتي الشاب لما يلاقي حد شاب من دوره ومن سنه مش هيتكسف يطلب منه حاجه، مؤكد. تمام طبعا. هتلاقي الشاب واقف شايف كل شاب شايفك انت في نفسه. انا حتى لما بقعد مع الشباب كل واحد شايف محمد رمضان هو، دي حقيقه. تمام فهتلاقي سهوله التواصل بين الشباب وبين طبعا السن المتقارب جدا، واللي هو زي ما قلت لك ان هو مش هيتكسف يكلمني، او مش هيجيب واسطه معلش عشان يكلمني. تمام زي ما بيحصل مع الساده الاعضاء، اللي هو ايه عضو مجلس شعب كبير محتاج تكلمه، محتاج تجيب له واسطه وتروح له، وراجل كبير ومحتاج يقفل تليفونه ويرد، انما انت شاب هو هيجيبك، واحد صاحبك هيجيبه، هيجي لك البيت، مش هيتكسف منه. طبعا شريحه الشباب هي شريحه كبيره في المجتمع طبعا، وفرق السن ده بيشكل عائق يعني كبير جدا لما يعني في مجلس النواب وكده، بنعاني ان في يعني اغلبيتهم اعمارهم يعني اعمار كبيره يعني. ف حابين انه ندخل العنصر الشبابي في البرلمان. عايزين نعرف كمان اكتر يا محمد، يعني ايه رسالتك اللي انت عايز توجهها خاصه للشباب؟ يعني كل المشاكل اللي انت اتكلمت فيها في برنامجك يعني مشاكل عموما بنعاني منها في اغلب المدن والمدن الناميه، يعني ايه رسالتك للشباب، شباب دايرتك خصوصا؟ والله انا الشباب دايرتي انا بوجه لهم رساله، اللي هم يعني كل شاب يجتهد، يعني انت شايف في نفسك ما تقولش ان انا ما اقدرش، كل واحد يقدر، انت اقتنع بنفسك، ابدا بنفسك، هتلاقي يعني هتوصل للي انت عايزه.
طبعا الشباب عندنا شباب دلوقتي بقى على درايه كامله جدا، وطبعا السوشيال ميديا طبعا ما خلتش، والمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بشكل عام ما خلاش حد طبعا ما خلاش حد ما يعرفش، يعني ما كله طبعا المتواصل. فانا بوجه الرساله للشباب اللي هو يعني اختاروا صح، اقف مع الشباب اللي زيك عشان ده وقت الشباب، يعني الوقت اللي احنا فيه دلوقتي هو الشباب. فاقف مع الشاب هتلاقي، يعني انت لو وقفت مع الشاب هتلاقيه في اي وقت. يعني سي مثلا لو مثلا وقف معايا النهارده واختار محمد رمضان، تمام، هيجي بعد كده انا هقف معاه، يعني انا بالتالي ان ده شاب ده اختارني، فلازم الشباب يقف ويختار صح، لان ده فعلا ده وقت الشباب اللي انا بتكلم فيه، اللي هو لازم شاب ولازم تنزل وتنتخب شباب، لان احنا خلاص احنا الناس الكبيره على راسنا من فوق، بس احنا شبعنا بقى من مجالس الناس الكبيره، تمام، وما نقدرش ننكر دورهم، بس طبعا ده وقت اللي هو القياده الجديده. ايوه، يعني لازم تدخل الشباب في الـ في الـ في الحياه السياسيه عموما. يعني صح، الـ الـ يعني الناس الكبار في السن لهم خبره وممكن لهم كل الاحترام طبعاً. اكيد، لكن برضو مطلوب الجانب او العنصر الشبابي طبعاً. اكيد بيضفي برضو لمحه من التطور والثقافه والرقي في المجتمع. اكيد طبعا. في حاجه تانية حابب تضيفها يا محمد؟ عندي باقي في البرنامج الانتخابي بتاعي، عندي في الصرف الصحي والزراعه، عندي طمية من أكثر المراكز اعتمد بشكل كلي على الزراعة، ولكن للأسف قلة الزراعة بسبب ندرة المياه أو قلتها، فتحولت الأراضي الزراعية إلى كتل خرسانية، تمام. فإحنا بقدم أنا مشروع بوفر فيه بعض العناصر اللي هي نستخدمها في الزراعة. أول حاجة استعانة بكفاءات كلية الزراعة بالفيوم، هنجيب الكفاءات من كلية الزراعة بالفيوم ونجيبهم عندنا المركز ونستغل الكفاءات بتاعتهم ضمن مشروع أنا هتقدم بيه للحكومة إن شاء الله لتوفير أساليب حديثة للزراعة. 2، توفير الأسمدة الزراعية. سريعا يا محمد. تمام، توفير الأسمدة الزراعية والرقابة على الجامعات الزراعية. أول حاجة عايز أضرب الفلاح على أساليب الري الحديث واستخدام مياه الصرف الصحي بعد إعادة تدويرها في الزراعة. دي هتبقى مفيدة جدا لأن إحنا عندنا صرف صحي كتير جدا، فهنستخدمه ونعيد تدوير الصرف الصحي ونستخدمها في الزراعه، فدي هتوفر معانا ميه بشكل كبير جدا ونستخدمها. بشكرك جدا يا محمد، نورتنا في فقرتنا في برنامج طريق النجاح، نتمنى لك مزيد من النجاح والتوفيق. اكيد نتمنى لك كل التوفيق والنجاح يا رب في مسيرتك. واشكركم اعزائي المشاهدين، كده نكون لسه مكملين معاكم، وبكده نكون خلصنا اول ضيف، مكملين معاكم في ضيف اخر، استنونا بعد الفاصل.